درهان اسم على مسمى، يعني نعم درهان هو تمنيات. عندما تكون تعمل وتتمنى أن تجد، يعني في عملك أن تجد حظ جيد، أمور جيدة، تتوقع الأفضل، نجاحات نجاحات، يعني تكون نتيجة، يعني نتيجة على قدر العمل، على قدر ما تقدر. نعم. أنك توصل يعني وتوصل لرسالتك. نعم. درهان هي يعني أنك دائما تعمل وتتمنى الأفضل ليك ولغيرك، وتحاول أنك تغير بعض الأمور اللي يعني تعيقك في الطريق، ولا تشوفها يعني لازم لها تبديل. يعني نعم. تحكي على هذه المواضيع، ويحكي على الحب والسلام والتعايش بين جميع أنواع أفراد بين يعني البشر وبين الإنسان في الإنسانية جمعاء. نعم. وماذا عنك أستاذ سعيد؟ ماذا يعني لك أول ألبوم درهان، وما الذي حققه أول ألبوم لفرقة تيكوباوين؟ يعني والله ألبوم درهان كان عنده يعني ذكريات وأمور خاصة بالنسبة لكل عضو في الفرقة. يعني درهان كان اجتهاد من بزاف الناس، يعني شغل اللي 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 خلاه درهان ينجح. يعني ودرهان يعني انها صح اسم كما قال لك صاحبي حسين، على اسم على مسمى. نعم. نحن تمنينا والحمد لله على ما اظن ربي حقق الامنيه وحقق النجاح للالبوم هذا، مالغري يعني انه البوم بسيط جدا ودرنا فيه خدمه بسيطه جدا. دونك حنا اليوم رانا بزاف فرحانين كي الالبوم هذاك نجح. نعم.